صوت تمام، صورة تمام، ازيك؟ بص بقى يا معلم، بما ان احنا الفترة دي يعني فترة شتا كده شوية وكمان في افراح كتير قوي بتحصل اليومين دول، فانا بقى جايب لك النهاردة فلتر من الاخر، فلتر يعني بص هيمشي مع اي حاجة حرفيا. كذا حد فيكو طلب مني قبل كده فلتر يبقى مناسب للصور بتاعت بالليل. انا عارف ان احنا نزلنا قبل كده فلتر ليلي بس كان في اورنج شوية كده، فكذا حد فيكو كان طالب فلتر يبقى طبيعي اكتر وفي نفس الوقت ايه ما يغيرش كده في السكين تون ويليق كمان على الصور بتاعت الاشخاص. فده اللي انا جبته لك النهارده. يعني فلتر عايز اقول لك ان هو هيمشي تقريبا مع اي صوره ممكن تحطها عليه، بس الاستخدام الامثل ليه هيبقى في الصور بتاعت بالليل او الصبح، قشطه يعني. المهم في البدايه كده تعال اعرفك على الفلتر ده وازاي هيغير الصور بتاعتك. بالمناسبة برضو فالنهاردة انا هعمل فلتر على المعلم ده، ده شاومي باد 5، ده تابلت جديد من شاومي، يعني انا بجربه دلوقتي بشوف هل هيبقى جامد معايا في الاديت. هو انا جربته قبل كده وبحضر لك عنه حلقة كده هتبقى جامدة قوي. المهم يعني حبيت اقول لك ان في مراجعة جاية عن التابلت ده وفيها كلام جامد، وعايز اقول لك كمان ان اصلا يعني الصور بتاعت بالليل من اصعب الصور اللي انت تعرف تلاقي لها اديت، بس الاديت ده يعني جامد. بص يا معلم، اول حاجه هنفتح لايت روم. عايز اقول لك ان تجربه الاديت بالقلم ده خرافيه. بعدين هختار الصوره اللي انا هشتغل عليها. اول حاجه هظبط اللايت، دوس كده هنا من الجنب زي ما انا متعود وزي ما بقول لك دايما. فالخطوه الاولى من ان احنا بنظبط الاضاءه بتاعت الصوره دي مش حاجه ثابته، دي مرتبطه بكل صوره لوحدها، يعني مفيش صوره شبه الثانيه. بس الفكره ان انا لو قلت لك تعالى ناحيه اليمين تروح ناحيه اليمين، لو قلت لك تعالى ناحيه الشمال فبرضه تروح ناحيه الشمال. اما الرقم اللي بيظهر قدامك او اللي انا بقوله مش هو ده الثابت، بس يعني هي دي الفكره. اول حاجه كده هنروح ناحيه اليمين هنخليها على 28. تاني حاجه الكونتراست هقلله شويه، هنروح كده ناحيه الشمال هخليها على -2. الهايلايتس هلمها كده ناحيه الشمال هخليها مثلا على -38، او ممكن نروح شويه كمان نخليها على -60. كويس. الشادوز بقى هرفعها كده ناحيه اليمين كلها، يعني هروح كده الوايت زي ما هو، والبلاكس هروح كده برده ناحيه اليمين بحيث ان انا اخلي الصوره بتاعتي تبقى منوره، لينا مثلا على 88. دي كده اول خطوه، طبعا لسه بدري. بعد كده بدوس على الكيرف من هنا وهبدا اعمل 3 نقط بالشكل اللي انت شايفه ده عشان اتحكم في الاضاءه بتاع الصوره. وفكره الكيرف دي باختصار هي ان انا بعمل كونتراست للصوره بس بشكل يدوي، يعني بتحكم كده في الاماكن الفاتحه والاماكن الغامقه باللي يناسب الصوره بتاعتي. عايز اقول لك ان الخطوه دي ثابته، يعني انت حاول تعمل الكيرف بتاعك نفس الشكل ده. الفكره بقى هنا ان انت هتيجي ترفع بقى اخر نقطه موجوده دي كده وهتنزل دي بقى شويه، ارفعها كمان لحد ما تبقى موجوده عندي بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده برده هدوس على الاحمر وهبدا برده اعمل عليه النقط دي. طبعا انا هسيب لك كالعاده سكرين شوتس بالنقط دي باشكالها عشان نختصر وقت الحلقه وما نطولش. بس كده، ده كده شكل الكيرف بتاعي، عندي في الاحمر وعندي في الاخضر وعندي في الازرق، فبتوصل معايا الصوره للشكل اللي انت شايفه، يعني ادي الصوره قبل وادي الصوره بعد. تاني خطوه بعد كده بلم دي كده، بعد كده بخش على الكالر وببدا اظبط درجه حراره الصوره علشان اقرب خطوه كمان للتون اللي انا عايز اوصل له. اول حاجه عندي هنا هتبقى على 10 ناحيه اليمين كده. نسيت اقول لك من اول بقى اللي جاي ده، فامشي بقى مع نفس الارقام لو انت عايز توصل نفس النتيجه. يعني التنت هخليه على -10، الفايبرنس هروح كده ناحيه الشمال هخليه على -20، والساتوريشن اخر حاجه هخليه على -12. بعد كده هنخش على المرحله الثانيه اللي هي مرحله اصطياد الالوان اللي انا قلت لك فيها بنقدر نسحب اللون او نزود اللون ونوصل للمود بتاعنا. فهدوس كده على الدائره اللي موجوده هنا دي. يا جماعه تجربه الاديت بقلم وتابلت كده وشاشه كبيره موضوع في حته ثانيه خالص بصراحه. اول لون هيبقى موجود عندي هو اللون الاحمر، همشي بقى مع نفس الارقام اللي انا قولها لك دي. اول حاجه هتبقى على -29، تاني حاجه على موجب 29، والاخيره زي ما هي. نخش على اللون اللي بعده، اول حاجه هتبقى زي ما هي، الساتوريشن بتاعها بقى هيبقى على -20، واخر حاجه هتبقى على -10. بعد كده نخش على اللون الاصفر. في الخطوه اللي جايه دي بقى هيبان لك الايديت شويه، هنروح كده على -70، اخر حاجه هنخليها على -30 زي ما انت شايف. فبدا الموضوع يظهر معايا. بعد كده اخش على اللون الاخضر، اول حاجه زي ما هي، تاني حاجه كده اروح ناحيه الشمال اخليها على -84. اللون الاخضر كده بدا يظهر معايا بشكل غامق وبشكل حلو. واخر حاجه ناحيه اليمين كده هخليها على
موجب 33، لقي كده ان الاخضر بدأ برضو يظهر بشكل احسن. بعد كده اللون اللبني هروح كده ناحية الشمال خليها على سالب 50، والازرق برضو نفس كل حاجة سالب 50، وهكذا برضو نفس كل حاجة زي ما هي، وهنا سالب 50. خلصت كده المرحلة دي، نخش بقى على الجريديان بتاعها او التلوين بتاعها. هتلاقي جنب العلامة دي هتلاقي فيه كده ايه ثلاث دوائر فوق بعض، هتدوس عليها هتظهر لك الكولر جريدنج او مرحلة بقى الايه ان انا احط كده المسحة الجامدة دي. اول حاجة الهيو هتبقى زي ما هي على 20، الساتوريشن هيبقى على 10، واروح عند التالتة الهيو هيبقى على 220، والساتوريشن اللي هي الدايرة اللي في النص دي هتبقى على 15. فهنظبط دي كده الاول بس 15، بعد كده نرجع نجيب دي كده على 220. بعد كده اخش على details وهنزل كده تحت عند noise reduction، هشدها كده ناحية اليمين، ودي في الاخر هتبقى الصورة بتاعتي، ودي النتيجة النهائية بتاعت الايديت ده. طبعا ادي الصورة قبل وادي الصورة بعد. طيب صورة تانية ونشوف الايديت عليها، هدوس على الثلاث نقط، هدوس على paste زي ما انت شايف، فدي النتيجة بتاعتي. طبعا كل صورة تقدر بقى تظبط انت فيها اكتر بحيث ان هي تخليها ملائمة للايديت ده، ف عشان كده بقول لك كمل الحلقه عشان تفهم الفكره، عشان تعرف تظبطها على الصوره بتاعتك. طيب خلينا برضو نجرب الايديت ده على حاجه بقى الصبح. عندك مثلا الصوره دي كده، ندوس على الثلاث نقط وندوس على بيست زي ما انت شايف، فبرضو اديت النتيجه شكلها جامد قوي، يعني الايديت ده شغال على كل حاجه. حاول دايما تتصور في يعني اماكن لونها اخضر شويه. دي كانت الحلقه بتاعت النهارده، حلقه عن ايديت خفيف كده وسريع وحلو، بس يعني صدقني الايديت ده ممتاز قوي للصور بتاعت بالليل. جربه على كل الصور بتاعتك كالعاده، وزي ما انت متعود هتلاقي موجود تحت في الديسكريبشن اللينك بتاع الايديت ده، عشان لو حضرتك ما عندكش خل ومش عايز تعمل ده كله تقدر تحمل الايديت ده وتحطه على الصور بتاعتك. فانزل جرب الايديت ده او حتى طبقه مانوال زي ما انا عملت كده. ما تنساش لما تطبقه على الصور بتاعتك تنزله في ستوري على الانستجرام وتعمل لي منشن فيها علشان اشوف النتيجه بتاعتكم. المهم ايه، كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده كده سنه سعيده، صدقني في بلان جامده للسنه اللي جايه، بس ايه يعني يا مسهل، وخد لك حلقه.